بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه المدين. أما بعد، سعدت اليوم أن ألتقي بأحد الإخوة الكرام. ليس من كريم راشد بن ناصر العدواني. لا أخ راشد، ما شاء الله عندك محل جميل ورائع، ما اسمه شيء هذا المحل؟ على الاسم الاسم الشخصي راشد بن ناصر العدواني. جميل، للتعف والهدايا. ممتاز، ما شاء الله عندك ذوق جميل ورائع وكذا. أتمنى ذوقكم وتقديركم. لا ما شاء الله، أنا حقيقة عجبت بالعمل. ما الذي شجعك يعني لمثل هذا المشروع؟ حقيقة كان والدي الله رحمه الله عليه، آمين، كان عنده محل في السوق القديم، سوق السنصرة اللي هو الشرقي هذا. جميل. وكان مع رجال كل ما يروح الحج أو يسافر أي مكان كنا نريب عنه احنا. ما شاء الله، جميل. فمن ذاك الأيام أحببت التجارة. جميل. وخلصت الثانوية العامة فكان تفكيري في التجارة. ما شاء الله. نعم، ومن ذاك اليوم ليوم كنا نأخذ التجارة. ما أكثر هدايا اللي الناس تقبل إليها؟ هدايا تراثية. تراثية يعني مثل إيش عندك هدايا تراثية؟ مثل السيوف. إيوه ما شاء الله. الخناجر. خناجر، جميل. نعم، التحف الأثرية. آه ما شاء الله. بالإضافة إلى نعم. إيه طبع أيضا على الأكواب. نعم. يعني الإنسان لو بيكتب هدية ويكتب يطبع له، أنتم هذا العمل تقوموا به؟ نعم نقوم به. جميل. وإتقان منذ سنوات. ما شاء الله. وهذا ويتزوج ايضا. اذا هذا ايضا دعوه للعرسان. يعني ايش الهدايا اللي اكثر الناس تقبل اليه قضايا الزواج؟ جاهزه مع البخور. ما شاء الله. مع التحف هذا كذكرى. جميل. ايش الاشياء الاخرى اللي عندكم ايضا؟ حقيقه عندي النحت. نحت ما شاء الله. التحف والهدايا. جميل. وعندي الاقلام ونحت الميداليات. ما شاء الله. حافظ تقريبا كل شيء ان شاء الله تعالى. جميل. حاليا الحفر على خواتم والدبل وكل تقريبا. جميل. كيف الناس تتعرف عليكم؟ حقيقة ايش وسيلتكم الاعلاميه؟ ما شاء الله اشياء جميله وكذا ورائعه، كيف الناس ممكن يستكشفوا ويستفيدوا منكم من هذه الخدمات اللي تقدموها؟ نحن حقيقه صار كل هذا التواصل الاجتماعي. تعرف لي احنا التواصل الحديث اللي صار. نعم. وبالمعارف التواصل الواتساب انستغرام تويتر. نعم. فاصبح ما شاء الله بحر كبير. جميل. ماذا تقول لمن عنده مشروع يعني مماثل يعني مثلا في احدى الولايات، ليش تنصحه؟ اذا كان بنفس المشروع يعني كما يقولوا تبرتم. جميل. ويتوسع في هذا المكان. ممتاز. لانه كما اخبرتك بحر عالي. نعم. بحر كبير. جميل. وكل ما كان التطور كل ما استحدثت. جميل. هذه الهدايا. وانا حقيقه من نفس الشيء طورت سافرت للصين. وما شاء الله. جميل. صنعت البوابه التراثيه. انت ما شاء الله هذه البوابه المتداوله. عندي زميل. جميل يعني. جميل. لاعب الزمالك في باله. سعيد الديواني. نعم. جميل. ايام سافرنا. ما شاء الله. جميل. كانت اول فكره صنعها ومغسل البوابه التراثيه. جميل. هل هناك صناعات اخرى ايضا صنعوها؟ اي نعم. ايه هذه تو صناعتكم. انا في يوم احد اعطاني هديه من مثل هذه بوابه التراث. جميله حقيقه، افكاركم جميله. نعم. جميل. جميل. هل هناك اشياء اخرى ايضا صنعوها؟ صنعنا الاقلام. الاقلام وينها؟ شيء نموذج ما شاء الله. خلص يعني. خلصت. سبحان الله. جميل. جميله وكما تقول مميز وراقي. جميل. بالاضافه قلت لك على الكتاب والنحت. كيف استطعت تنجح في هذا المشروع؟ يعني احيانا الناس يبدوا مشاريع ويغلقوها وما يستمروا. انت من ذا المشروع كم سنه؟ اهم شيء الصبر. الصبر. الصبر اهم شيء. جميل. اهم شيء يكون طموحك. لا تهبط. جميل. الهبط هي كثيرين. جميل. لا تهبط. كيف تتعامل مع اختلاف وجهات النظر الناس؟ واحد واقف معصب، واحد يعني ما عنده كبير قلب بارض، واحد مستعجل، كيف كثير تتعامل؟ كثير كثير من الناس. حقيقه. ولكن يصبح لازم تكون تتواكب ابتسامه وبالكلام الطيب. جميل. انت محتاج الزبون هذا. اصبحت محلات. نعم. كثيره. نعم صدقت. لكن اصبحت انت. نعم. عامل كذا. جميل. نفسك يعني. وتراحب بجميع الفئات. صرنا على أو ما شاء الله. هذا بالعطر. جميل جميل جميل. الشخص ممتاز بشكل جميل. جميل صحيح فعلا. عندك ذوق يعني. أيوة. مستعدين يعني نصنع أي شيء إن شاء الله. ما شاء الله. زين. الله يوفقكم. الآن وأنت يعني في هذا المشروع، فما هي تطلعاتك؟ جميل. تطلعات في مسؤول إن شاء الله تعالى أن يكون لي يعني كما يقول فرع اخر. جميل. عسى امين. في منطقه ثانيه ان شاء الله. ممتاز. الله يوفقك. امين ان شاء الله. نكون مسيره تجاره. جميل. نرتاحين فيها وكما يقول في عروقنا.
هل درب أولادك أقربائك اللي مثل هذا العمل كما أنت أخذت تقول هذه الفكرة عن أبيك؟ نعم. أولادك يعني ساعدوك أحيانا وأقربائك وكذا؟ أولاد أخواني ما شاء الله أخواتي وما شاء الله جميل جميل وجيراني وأصحابي جميل فكل من أرحب به ما شاء الله ولو اللي يسمح أن حراش العدواني علمت أكيال الحمد لله الله يعني ما شاء الله أولاد أخواني تعلم أيضا جميل ولكن من بعد يتسم في أعمال أخرى الله يوفقكم هي أولاد أختي كذلك نعم كانوا معي جميل ما شاء الله أنت كونك هنا في نزوة ونزوة معروفة بأشياء تراثية كثيرة هل هناك أشياء تبيع تتميز بها ولاية نزوة مثلا؟ أنا حقيقة هي الطباعة الطباعة أصبحت يعني في تنافس جميل دائما لما أطبع شيء أكون في لمسة نعم التراث جميل ممتاز أنا أعمل لكم عملا أنا أتقنه صدق أتقانه نعم رسالة أو نصيحة تحب أن توجهها في الوضع الحالي أهم شيء دائما بعينك بليت نعم. على تجارة أو عمل كل أعمال طيبة جميل كل التجارة يعني كما قال الرسول بارك فيها صدق ودعا فيها نعم وكل مبارك بإذن الله آمين إن دعوتي إن تبدأ العمل لا تخفق جميل خليك دائما للأمام جميل لا يحبطك إحباط محبطين نعم وخليك دائما متفائل نعم والشيء أو كان ربح ما يجي بالمرة أي كذا صدق كما يقولوا قطرة قطرة جميل إيه نعم إن شاء الله برأيك من هو التاجر الناجح؟ هو من يعني يكسب الناس ويعمل بالأمانة وكما يقول محبته مع الناس نعم يتعلم من كل زبون ليه الزبون كم يشتري يكسب بأخلاقه نعم بطيبته بيعمل جميل ما هي رسالتك للجهات المختصة التي تعنى بالتراث؟ بما أنك تراث من نزوة ما شاء الله مقصودة من جميع الأماكن والسواح نعم. وأصبحت ما شاء الله واجهة نعم. يكاد السلطنة نعم. بما تتميز به نعم. رسالتي إنه يعني كما تقول وسعوا في المجالات عندك المواقف نعم حقيقة يعني تفتقر قلقاً في المواقف يعني جميل نعم. هل تنصح بإنشاء مجمع لسوق تراثي مثلاً بنزوة؟ أكيد نعم أنصح بذلك وراء إن شاء الله تعالى كأنه رؤية رؤية 2040 قادمة بإذن الله آمين إن شاء الله وإن شاء الله تعالى للأفضل فضل القيام الحكام بصاحب الجلالة السلطان آمين إن شاء الله سلطاني آمين الله يوفقك سعدت حقيقة كثير بالاستفادة منك بارك الله يوفقك حفظك الله شكرا.